Alzheimer's disease هو عبارة عن إيه؟ هو مرض بيعرض قدرة النيورونز على الكوميونيكيشن للخطر فبالتالي بالوقت يدمر الميموري والثينكينج سكيلز Alzheimer's disease بيحصل بسبب brain changes أو بمعنى تاني بسبب abnormal structure formation الabnormal structures دي نوعين plaques and tangles Let's see how both of these structures are formed in details هنبدأ إن شاء الله بالplaques How do they form؟ لما بروتين معين في cell membrane بتاع النيورونز يحصل له processing بطريقة مختلفة في الطبيعي انزيم اسمه alpha secretase بيقطع الـ APP الـ APP اللي هو amyloid precursor protein اللي في cell membrane فيعمل release لفراجمنت والانزيم التاني اسمه gamma secretase بيعمل snipping للـ APP في مكان تاني فيحصل release of another fragment Those fragments are thought to benefit the neurons In Alzheimer's disease ال APP والneuron cell membrane لسه زي ما هما ال cut أو ال snip الأولى بتحصل بإنزيم مختلف عن الطبيعي اسمه beta secretase مع الكت اللي بتتعامل بالجاما سيكريتيز تبقى النتيجة release of short fragments of APP اسمها بيتا أمايلويد ومع تراكم الفراجمنتز دي بيبقوا toxic وبيعملوا interfere مع النيورون functions and upon further accumulation بيزيدوا في الحجم therefore become insoluble وبكده بيكونوا البيتا أمايلويد بلايكس ودلوقتي نبدأ الساكند أبنورمال ستركتشر في الطبيعي الانترنال ترانسبورت سيستم بتاع النيورون بيعتمد على وجود مايكروتوبيولز On zooming the microtubules we find إن النيوترينز ومكونات تانية في السل are carried up and down وبتتحرك في الميكروتوبيولز وفي بروتين اسمه تاو بيبقى موجود بيعمل stabilizing للميكروتوبيولز في مرض الزهايمر بيتكون abnormal تاو بروتين فبيحصل له separation من الميكروتوبيولز فبيسبب their fall apart أو انهيارهم نتخيل ازاي بالرسم Therefore, when tau proteins are modified, they separate from microtubules. So, they fall apart in the neurons. لما أجزاء التاو بروتين تتراكم على بعض هو ده تكوين التانجلز فبكده يبقى الترانسبورت سيستم حصل له destruction وبالتالي النيورونز كمان يبقى summary للي احنا قلناه ان بسبب الformation of plaques and tangles النيورونز بيحصل لها disconnection من بعض And therefore, it's death. The lost function بتختلف اعتماداً على المنطقة أو الريجن في البرين اللي حصل فيها abnormal change. وبتأدي لأعراض مرض الزهايمر المختلفة. والأعراض بتختلف من مريض للتاني بسبب
الحالة، السن، تطور المرض وانتقاله من one region of brain to another region، وأهم حاجة على العوامل المساعدة اللي بيسببها أسلوب الحياة. Let's see the major Alzheimer's symptoms. في المرحلة دي بيفقد قدرته على حل مشكلة بشكل منطقي. واحنا مش المفروض نجيب لهم ميه؟ ايوه صح. واحنا كام؟ احنا 12. خلاص نجيب لهم ازازه واحده؟ ازازه واحده؟ لا نزيد مين؟ تعويض يا ابني؟ ليه؟ في المرحلة دي بيجد صعوبة للتعبير بالكلمة المناسبة. في المرحلة دي بيفقد القدرة على التحكم في مشاعره وانفعالاته. هنا بيفقد قدرته على الشم والسمع والرؤية مما قد يسببها الوسع. في المرحلة دي بيبدأ ينسى أقدم وأهم ذكريات في حياته. تعرف وأنا بذاكر في الخط أيام جميلة أوي؟ إيه؟ فاكر العيلة السخنة؟ إحنا رحنا أنت مجنون يا ابني؟ إحنا عملنا فيها عمايل هناك. فاكر لما اتعرفنا على عصام؟ مين عصام؟ في مراحل متأخرة من المرض بيفقد القدرة على الاتزان والتناسق الحركي. في آخر مراحل المرض بيحصل عدم انتظام في التنفس وضربات القلب يؤدي إلى الوفاة. تطور المرض بطيء وثابت، بياخد من 8 ل 10 سنين. ساعد أهلك وصحابك في أنهم يتعرفوا أكتر على الزهايمر. زيارة الوعي بالزهايمر هيساعدنا في أننا نحارب عشان نكتشف ليه علاج. شارك في أن بكرة يكون أحسن.